أنا كمال خطيب مدينة تلبيسي، عمري 32 سنة، متجوز وعندي 3 أولاد. أنا بشتغل حداد من قبل الثورة، وكنت فاتح محل وكنت عماني أشتغل، والحمد لله رب العالمين الأمور ميسرة. بال 2015 هي كانت ذكرى تاريخية بالنسبة لي. إجا برميل طيارة بمكان عملي بالمحل اللي كنت أشتغل فيه، أدى لبتر إيدي اليمين، طبعاً بترت إيدي اليمين من فوق الكوع. هالشي هذا أثر أنا على حياتي بشكل كبير، كيف كنت أشتغل، كيف كنت أعمل، ما بقى أشتغل شيء. بعد فترة نقاهة ما تقارب الشهرين صرت أطلع بدي أمن حياتي، بدي أمن أي شيء مشان آكل منه خبز وآكل عيش، يعني أنا عندي أولاد بدها تعيش كمان. لكن ما لقيت استجابة لا من منظمة ولا من جمعية ولا من أي شيء، فاضطريت غصب عني أرجع على هالمجال الصعب يلي هو مجال الإحدادة يلي كله عدة ثقيلة. فأنا عم أشتغل هالشغل هذا كلياته بس كرمال إنه ما أعتز حدا، كرمال إنه آكل وأشرب. نحن المنطقة عنا عايشة بحصار دائم، حصار مطبق كل الجهات، يعني إنه 7 سنين عايشين بهالحصار هذا، اللي ما بيشتغل ما بيعيش. أنا عماني أشتغل هالشغل هذا الصعب كثير بس كرامل حتى إنه أعيش حياتي طبيعية، ولو بإيد وحدة عم أحاول إنه أعيش حياتي طبيعية، ولو بإيد وحدة ولو إنه هي متصابة كمان، لكن كل هالشي عماني أنا مكابر على حالي، وعماني أضغط على نفسي، وعماني أعمل المستحيل حتى إني أعيش حياة طبيعية وأعيش أهلي وأعيش أولادي يلي في ظل هالحرب اللي نحن عايشينها. بتمنى إنه أنا استفيد بس بأي شيء، إنه بس يكون أقل شيء بس إنه أأمن لحالي شغلة بسيطة بدال هالشغل هذا الصعب اللي أنا عماني أشتغله بشكل يومي. أنا أولادي بالنسبة لي يعني بهلأ بهالفترة هاي يعني هن صايرين هن إيدي اليمين، يعني هن عمانة يشتغلوا معي كل شيء، يعني بنتي الصغيرة هي اللي ما أضاف نمو، هي اللي عمانة يعني عمانة تشتغل عني أي شغلة، أي شغلة بدي أشتغلها بتقول لي بابا أنا بشتغل لك إياها، أنت إيدك عم توجعك أنا بشتغل لك إياها، فما بتخليني أشتغل أي شغلة، بتلبسني ثيابي، إذا بدي آكل، إذا بدي أشرب، إذا بدي أعمل أي شيء فهي بتركض مباشرة مشان تشتغل لي إياها، فما بخلوني يعني أعتز أي شيء، فأنا عايش من شانهم. وإن شاء الله تعالى الله يقدرني وإنه أعيشهم أحلى عيشة.